مراجع في بداية أربعينيات من عمره، شاب متزوج ويشتكي من قلة الرغبة الجنسية وقلة المعاشرة من فترة طويلة، يشتكي من كثير من المشاكل بسبب الوسواس، وسواس في النظافة، وسواس في الأمور الشرعية، النجاسة وطريقة التبول وفترة طويلة في الحمام للتبول، في أنواع مختلفة من المشاكل النفسية بما فيهم الوسواس اللي أكيد يأثر بشكل كبير على الرغبة الجنسية والمعاشرة وعلى الحياة بشكل عام، كثير من العلاقات العامة. بس بالنهاية الشخص لازم يعالج نفسه، لأنه راح يأثر بشكل سلبي على الحياة الأسرية. ومع الأسف طبعا هذا الموضوع مؤثر ما بين هذا الشاب وزوجته لمشاكل الأسرية الكبيرة بسبب عدم التواصل ما بين الزوجين. فرجاء إذا فعلا الشخص يدري أنه يشتكي من بعض المشاكل كمثال الوسواس، فضروري جدا اهتمام بالموضوع وليس التأخير، بحيث انه ما يوصل لمراحل متقدمة، وهذا الشيء قد يسبب له انه يكون عنده احراج في امور الطبيعية حق الزوج وزوجة.